لنبات الأقحوان زهرة الغريب فوائد علاجية كثيرة، كان يستعملها الرومان والصينيون القدامى في علاج العديد من الأمراض، ويستخرج منها زيت يستخدم للعلاج أيضا ويستعمل كمبيد حشري. وكذلك سننقل بعض الخرافات التي يعتقد بها بعض الشعوب، وكذلك سننقل بعض المعاني ألوان أزهار الأقحوان وغيرها من الفوائد والمعلومات التي لن تجدوها في مكان آخر. تابعوا الفيديو إلى الآخر لتستفيدوا أكثر. حياكم الله متتبعي قناتنا الأزهار والأشجار أينما كنتم وأينما ارتحلتم، أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. اضغطوا على أعجبني كتشجيع لنا لنشر المزيد، وحركوا الجرس ليصلكم كل جديد، واشتركوا في القناة إن لم تشتركوا من قبل، فضلا منكم وليس أمرا. وأولا سنبدأ بتبيان بعض الفوائد العلاجية والطبية لنبتة أقحوان زهرة الغريب بعد هذا الفاصل. يستخدم الأقحوان لعلاج تهيج الجلد والإحمرار والأكزيما، إذ أن شرب الشاي الأقحوان أو استخدامه على البشرة يقلل من التجاعيد والعيوب والتفاوت في ألوان الجلد، كما يقضي على الانتفاخ. وكذلك توجد في الجزء العلوي المزهر من العشبة ورؤوس الأزهار الصفر في شهر يوليو والأوراق قبل الإزهار في شهر يونيو، وتحتوي على زيوت طيارة مع التوجون ومواد مرة طاردة للديدان المعوية، وهو نبات مضاد للبكتيريا ومضاد للتشنج ومقاوم للالتهابات وطارد للريح ومعرق ومضر للبول ومضر للطمث وملطف للحمى ومقوي وموسع للأوعية الدموية. كما أن مشروب النبات يساعد في تخفيض نسبة السكر في الدم. استخدمه اليونانيون قديما في علاج الصداع وآلام المفاصل وأوجاع المعدة. وحين يزهر الأقحوان تجفف أوراقه بهدف استخراج عنصر معروف بمزاياه الملطفة، لأنه غني طبيعيا بمادة أستريلول النباتية، ومركبات نباتية قريبة من الكوليسترول الموجود في الجسم تتدخل مباشرة في عملية الدفاع عن البشرة عبر تنظيمات آليات الالتهاب. يستعمل مستحلب الأزهار داخليا لعلاجات النزلات المعوية الخفيفة وطرد الديدان المعوية وتقوية الدم، ويستعمل خارجيا لعلاج الروماتيزم والنقرس، كما يستخدم للعناية بالشعر. تحتوي هذه النبتة أيضا على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والكاروتين التي تساعد البشرة الحساسة في مكافحة العناصر الضارة الحرة المسؤولة عن شيخوخة الخلايا. تتمتع زهرة الأقحوان بخصائص مضادة للجراثيم والفطريات، لأنها تحتوي على مادتي الكاروتين والصابونين اللتين تنشطان جهاز المناعة، وتستعمل لمعالجة الالتهابات الفموية ولسعات الحشرات. وتخلط زهرة الأقحوان مع المراهم أو تدهن على الجروح والجلد المكشوط وحتى الندبات القديمة للاستفادة من مفعولها القوي في التئام الجروح، كونها فاعلة ضد المكورات العنقودية. والآن سنتحدث عن فوائد زيت الأقحوان زهرة الغريب وعن فوائده للاستخدامات الغذائية وبعض الاستعمالات المختلفة الأخرى بعد هذا الفاصل، فلا تذهبوا لأي مكان آخر. يستخدم زيت الأزهار لعلاج الروماتيزم والنقرس أيداء الملوك والجرب، ويحضر الزيت بمزج زيت الأزهار مع زيت الزيتون في الشمس لأسبوع. يستعمل المستحلب أو الزيت المذكور سلفا لعلاج النزلات المعوية الخفيفة وتقوية الدم وطرد الديدان. وأما بالنسبة لاستخدامات الطهي فيتم غلي أزهار الأقحوان الصفراء أو البيضاء من هذه الفصيلة لصنع الشاي في بعض أجزاء شرق آسيا.
يعرف المشروب الناتج ببساطة باسم الشاي الأقحوان. وأما بالنسبة لاستخدامات الطهي، فيتم غلي أزهار الأقحوان الصفراء أو البيضاء من هذه الفصيلة لصنع الشاي في بعض أجزاء شرق آسيا. يعرف المشروب الناتج ببساطة باسم الشاي الأقحوان. يتم طهي أوراق الأقحوان على البخار أو غليها واستخدامها كخضر خاصة في المطبخ الصيني. ويضيفون زهور الأقحوان إلى المرق أو الحساء لتعزيز الرائحة. وكذلك يمكن استخدامها مع البطاطس المقلية. وفي المطبخ الياباني يتم استخدام الأقحوان الصغير للتزيين. وأما بالنسبة للاستخدامات المبيدة الحشرية، يمتاز الأقحوان بمادة تمنع إيناث البعوض من الوصول إلى العض في الجرعات شبه المميتة، يكون لها تأثير طارد للحشرات. وأوراق الأقحوان عبارة عن مبيدات حشرية صناعية تعتمد على البيرثروم الطبيعي. على الرغم من ذلك، لا تزال أوراق الأقحوان مضيفا رئيسيا للآفات المدمرة. وهذه المادة التي توجد في الأقحوان تستعمل بكثير في العديد من المبيدات الحشرية الاصطناعية. وعلى سبيل المثال، المسحوق الفارسي هو أحد الأمثلة على المنتجات الصناعية لمبيد الأقحوان الحشري. وأما الآن سنتكلم عن بعض العادات والتقاليد لبعض الشعوب في استخداماتها للأقحوان بعد هذا الفاصل. في أستراليا في عيد الأم الذي يصادف شهر مايو، عندما تكون الزهرة في موسمها، يرتدي الناس تقليديا أقحوانا أبيض أو زهرة بيضاء مماثلة لتكريم أمهاتهم. غالبا ما يتم تقديم الأقحوان كهدية العام للأم. وفي اليابان، عرش الأقحوان هو الاسم الذي يطلق على منصب الإمبراطور الياباني، والعرش الأعلى وسام الأقحوان هو وسام ياباني يمنحه الإمبراطور بناء على نصيحة الحكومة اليابانية. وفي دولة إيطاليا وبلدان أوروبية أخرى، الأقحوان هو الزهرة التي يجلبها الناس تقليديا إلى أحبائهم المتوفين في المقبرة، وترتبط بشكل عام بالحداد. والسبب المحتمل لذلك هو حقيقة أن النبات يزهر بين نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر بالتزامن مع يوم الموتى 2 نوفمبر. وفي بولندا يتم وضع الأقحوان على القبور لتكريم الموتى. وقبل الختام، أريد أن أسألكم، هل توجد هذه النبتة في بلدتكم وما تسمونها بلهجتكم؟ وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله.